يسوق الحوثيون لفكرهم الضال عبر منابر المساجد وخطب الجمعة، محاولين تدعيم أطروحاتهم ببعض العبارات التي تمكنهم من التأثير على العامة وبطريقة تسيء إلى سماحة الإسلام ومنهجه القويم. كان صالح الصماد يستمع إلى صوت علي عليه السلام كأنه في أذنه. هكذا يسوق خطباء الحوثي لخرافاتهم ومزاعمهم التي يصدرونها للعامة بغلاف ديني مفخخ بالخزعبلات والأكاذيب لنشر فكرهم الضال في عصر الانفتاح والتكنولوجيا. اسمعوا إلى كلام أمير المؤمنين علي في صالح الصماد. يحاولون من خلال هذه الخطب المضللة التي يربطونها بالصحابي الجليل علي كرم الله وجهه ليصدقوا الناس كلامهم، ويحاولون بذلك الفعل طمس سنة النبوية، فهم لا يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبهم ومحاضراتهم الضالة، وكأن رسالتي لم تنزل عليه. اهتم الرئيس الصماد بكثير من الأمور التي اهتم بها علي بن أبي طالب عليه السلام. يهدف الحوثيون الظلاميون إلى التأثير على المجتمع من خلال خطاباتهم الدينية المسبوقة بالطابع السياسي الإيراني المجسد لولاية الفقيه، لإحداث تقييد فكري وخلق صراعات عميقة تعتمد على الطائفية والعنصرية. لا يحتاجون إلى معاملات طويلة حتى يجيبهم. مثل هكذا خطابات دينية لا يمكن أن يصدقها المواطن، فقد انتهى عصر الخرافة والقطرنة والتضليل، ولن يسلك المواطن اليمني طريق هذه الميليشيات الظلمية المنتجة للفتن المستدامة التي تعيش في وحلها، فلا مكان لولاية الفقيه في اليمن، ولن يكونوا أبناء اليمن مشروع لإيران. هذه الخطب الدينية والمحاضرات التي تمليها الميليشيات لم يعد لها قبول لدى المجتمع، فهي حتما تمزق النسيج الاجتماعي لتجني الميليشيات القنائم وتجعل المجتمع أسيرا لفكرها وهدفها لتنفيذ مخططاتها الرامية إلى تغيير جذري للهوية اليمنية.